السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات. النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى وأسهل وأسرع صينية بطاطس، وهنعملها كمان من غير لحمة ومن غير فراخ، بس طعمها وريحتها روعة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنبدأ بسم الله. معانا المكونات: كيلو بطاطس، وبصلاية كبيرة متقطعة شرايح، وقرن فلفل أخضر، ومعلقة كبيرة ثوم، ونص مكعب مرق، ومعلقة كبيرة من اللي هي الضان، ومعانا كمان 250 جرام طماطم، ومعلقتين ملح، ومعلقتين كمون، ومعلقتين فلفل. هنبدأ على طول، هنخلط المكونات كلها. معانا البصل والفلفل الأخضر والثوم، بحب احط كده يعني نص مكعب مرق، لو انت حابه تحط مكعب كامل مفيش مشكله، وكمان معلقه كبيره من ليه الخروف متقطعه مكعبات صغيره جدا جدا. وهنحط البهارات بتاعتنا وهنقلب كل المكونات مع بعضها. بتهيالي مفيش اسهل من كده. هنقلبها كويس بحيث ان البصل يتقلب مع البهارات كويس. ومعانا كيلو بطاطس بتقطعيه حلقات، بيكون بالسمك تخين شوية علشان ما تتهرش منك بعد ما تستوي. وقلبي كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. وهحطها في طاجن او في صينية زي ما تحبي. والطماطم بتاعتك هتطحنها في الخلاط مع شوية مية، مع كوبايتين مية. وانا بحب اصفي الطماطم بالمصفى كده بعد ما بضربها في الخلاط، بحيث لو فيها بذره او قشر بيتشال. وبتحط كمان ربع كوبايه زيت، وبتقلبي المكونات كلها مع بعضها. وممكن تزودي كمان لو عندك شوربه، ممكن تحط كمان كوبايتين شوربه، او لو مش عندك ممكن تحط كوبايتين ميه، لان احنا حاطين مكعب مرق وحاطين ليه الضاني، هتعمل طعم جميل. وبتغطي الصينية بطريقة محكمة بالشكل ده بورق سيلفر، وبتحطها في الفرن. بتسيبيها على نار عالية في الأول، وبعد كده بتهدي النار لحد ما تستوى معاكي بالشكل ده. ولو احتاجت ان انت تزوديها شوية شوربة ممكن تزوديها. وبعد ما بتتأكدي ان هي استوت تماما، بتشيلي ورقة السيلفر وبتسيبيها، وبتشغلي الشواية وبتسيبيها تاخد وش جميل كده بالشكل ده، وبتقدميها بألف هنا وشفا. ما شاء الله شكلها وطعمها وريحتها في منتهى الروعة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.